دينا فعلا مثل ما ذكرنا تحت شعار النساء من أجل القيادة افتتحت الأحد الدورة الخامسة من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، وتزامنا مع يوم المرأة العالمي لفتة تكريمية لامرأة رائدة وفنانة مخضرمة الممثلة تألا شمعون عن كامل مسيرتها. يعرض في المهرجان الذي يستمر حتى 11 من الجاري 51 فيلما قصيرا و20 فيلما روائيا طويلا من 40 دولة في إطار التنافس على 5 فئات، وذلك يوميا من الساعة 5 بعد الظهر وحتى 11 ليلا بجراند سينما في لبنان، على أن يسبق العرض ندوات متعلقة بالمرأة ومشاركتها في القطاع السينمائي والسياسي ودورها الفاعل في توثيق تاريخ لبنان مع منظمات وناشطات نسوية. واختار المهرجان هالدورة عرض بعض الأفلام يلي بتتناول قضايا نفسية واجتماعية. للإضاءة أكثر على هذا المهرجان يسرنا أن نستضيف معنا عضو لجنة التحكيم للأفلام الطويلة في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة ومؤسسة مهرجان عمان السينمائي الدولي، وهي مبرمجة أيضا. أول فيلم يلي هي قدمت هذا المهرجان هي المخرجة ندى دوماني بكلاكت. صباح الخير. أهلا حضرتك. أيضا مبرمجة بالهيئة الملكية الأردنية من حوالي 15 سنة. صحيح. اليوم أنت موجودة ببيروت ضمن فعاليات مهرجان المرأة، وحضرتك عضو لجنة تحكيم للأفلام الروائية. أخبرينا أكثر من خلال الثلاث أيام يلي قطع فيهم هذا المهرجان، كيف لقيتي نوعية الأفلام ومواضيعها؟ أولا ماريتا رز، بدي أكد اللي أنت ذكرتيه في المقدمة، يعني إقامة مهرجان من هذا النوع في الظروف الحالية بلبنان إنجاز كبير لا بل معجزة، فتحية وشكر للقائمين على المهرجان. هيدي النقطة الأولى. النقطة الثانية، بالفعل يعني الأفلام المبرمجة في إطار المهرجان مميزة صراحة. أنا حضرت حتى الآن الأفلام الروائية الطويلة 13 فيلم، كلها عندها طابع خاص، كلها جودة، وبالتالي رح يكون يمكن صعب الاختيار بالنهاية بالنسبة للجنة التحكيم. لافت كمان أنه طبعا هي مواضيع كلها تتمحور حول المرأة، وهو طبعا الموضوع الأساسي لهذا المهرجان، لهذه الاحتفالية. وبحب دايما أكد أنه مهرجانات كهذه هي فرصة فريدة من نوعها لمشاهدة أفلام لن تعرض أو لم تعرض في صالات السينما التجارية عادة. قبل ما نكمل حوارنا رح نتابع تقرير من حفل افتتاح المهرجان، ومن بعدها منكمل حوارنا. في فرق كبير بين يلي بينطر الأعجوبة تصير تيصير مؤمن، وبين يلي إيمانه كبير لدرجة بيقدر يصنع العجائب. إنه عم نرجع نقول للناس انه نحن ما رح نوقف، بيروت ما بتستسلم، بيروت موجوعه اي ومتالمه، بس بعد في عندها كثير اشياء تعطيها. بالنسبه لنا كل السنه هي يوم عالمي للمراه، وكل السنه هي يوم عالمي للانسان ككل. في 71 فيلم من 40 دوله، 20 فيلم طويل، 51 فيلم قصير، 5 ندوات وحلقات حوار، وعم نقول لها ميرسي لتقلا شمعون، عم نقول لها شكرا على كل شيء عملته بحياتها، وعم نقول للكل تعوا نحتفل سوا ونحضر افلام ونحكي. نحكي نتناقش بقضايا لها علاقة بالمجتمع، بقضايا المرأة، وعم نجرب كل واحد مطرح ما نحن بأنه نصلح شيء صغير من هيدا المركب يلي حملنا كلنا سوا لحتى يضل حملنا. ما فينا نتخيل سينما بلا مرأة عم تكتب وعم تخرج وعم بتمثل فيها. أنا عن جد كتير مقدرة يعني هيدا الجهد اللي رجعوا حطوه، ورغم كل الظروف، يعني نحن بنعرف قديه الظروف اللي عم نمرق فيها بلبنان صعبة كتير، وهن بعضهم مصرين إنه يطلعوا من لبنان بهيدا المهرجان، فهيدا يعني بالنسبة لإلي وسام كتير كتير كبير على صدري، أنا بكبر فيهم. يعني أنا اليوم يعني أنا عم بكرموني، بس أنا كمان إنه عم بكرمهم من خلالي لأنه هن بيستاهلوا كل تكريم. مبسوطة لأنه أنه وأخيراً صار في مطرح للمرأة
فيلم ميكر إذا بدي في فيستيفال خصوصي إلا، يعني شو في أحسن من هيك؟ حلوة كتير المنافسة لأنه عم تحضري فلومة من كل العالم. إذا بتطلع بالعالم العربي عدد النساء يلي والمخرجات يلي بيشتغلوا بالسينما وبالأفلام الوثائقية خصوصاً صار عدد كتير كبير وصار عم بيكون أعلى من عدد الرجال، فبيجي بلاقي إنه في بعد مساندة وفي بعد ناس عم تعمل مهرجانات للمرأة ولتعطيها بلاتفورم لتعرض أفلامها يلي هي بتحكي بلغتها وبطريقة نظرتها للأمور. هذا الشيء بخليني أحس إنه مع إنه نحن وصلنا على محل عن جد متقدم، بعد في هيدي الفشخة الصغيرة يلي بتحس إنه إيه سندة كرمال نوصل لنقول نحن قوينا عن جد وما بقى بحاجة لنعلي الصوت. عم تشوف نساء مخرجات عديدين كانوا موجودين بالافتتاح. مدام ندى، ما أهمية دعم المرأة العاملة بقطاع السينمائي من خلال المهرجان؟ من خلال خبرتك يعني بالعمل بك. يعني أنا بعتقد أنه اللافت أنه بالعالم العربي في العديد من العنصر النسائي متواجد كتير بالسينما، بمجال السينما، خلافاً لما البعض بيعتقدوا. وما بعتقد على حد علمي يعني من خلال حديثي مع المخرجات أنه مثلاً بيلاقوا صعوبة كونهم امرأة. هلأ تسليط الضوء هو مش بالضرورة المرأة اللي بتعمل أفضل فيلم عن المرأة، ممكن كمان يكون مخرج صحيح. مخرج أنا اللي سبق وشفناها بكتير أفلام. أكيد أكيد، وبعتقد كمان بالمهرجان في عدة أفلام هيك بتسلط الضوء ومن أخراج رجال. وأنا بعتقد هو المهم هو الموضوع والقضية مش مين عم بيعمل العمل. رح نتحدث أكثر عن مهرجان عمان الدولي السينمائي، أول فيلم الذي تديرينه هو اليوم عم يحتفل بالدورة الثالثة التي ستقام بتموز المقبل. أخبرينا أكثر عن هذا المهرجان. استحدثنا هالمهرجان انطلاقا شوي من فكرة الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، لأنه ما في مهرجان دولي بالمعنى المهرجان الدولي المفتوح. في عدة مهرجانات مميزة كمان بالأردن، بس مهرجان دولي مفتوح لمشاركات عالمية ما يكون محدود بثيمة معينة. ولكن يعني من 3 سنين أقمنا هالمهرجان وكنا حابين نعطي طابع خاص، سميناه أول فيلم لأنه بيركز على الإنجازات الأولى أو الأعمال الأولى. يعني في فئة الروائي الطويل، الوثائق الطويل القصير وحتى الدولي، ولكن لازم يكون العمل الأول يا أما للمخرج يا أما للممثل الرئيسي أو لكاتب السيناريو أو للمونتر الإديتر. وبعتقد هذا يمكن مواكبة يمكن السينما الشبابية اللي بنشوفها حاليا بالعالم العربي، لغة سينمائية جديدة ودعم لهم. يعني أي مهرجان هو أصلا ما بس للمشاهدين وللجمهور، بس كمان دعم للمخرجين. إضافة إنه بمهرجان عمان السينما الدولي في عنا جزء منسميه للصناعة أو Industry Days يلي هو مخصص للعاملين في مجال السينما يلي ممكن يسوقوا أو مشاريعهم، وممكن يلاقوا دعم لمشاريعهم. فهو ما بس مهرجان للأفلام، هو لقاء لقاء وبعدين لا حتى في جوائز يعني للمشاريع ممكن تساعدهم يا أما على تطوير المشروع أو على فترة ما بعد الإنتاج. فهو بيعطي جوائز طبعا للأفلام الفائزة، ولكن أيضا بيدعم عملية إنتاج الأفلام من خلال pitching platforms أو تسويق منصات التسويق. وكمان في نقاشات ولقاءات مع العديد من المهنيين إن كانوا الأردنيين أو العرب أو الأجانب. حضرتك وكبت السينما العربية والسينما الأردنية، اليوم بعد 15 سنة من العمل بهذا المجال، لأنه قبل 15 سنة كنت تعملي أكثر بمجال الصحافة، خبرينا كيف اليوم بتلاقي وما النقص أو الضعف يلي موجود بالسينما لازم دعمه أكثر؟ هو أول شيء يمكن في صعوبة الواحد يحكي عن السينما العربية بشكل شامل. يعني أنا مثلا بحب كتير السينما المغاربية التونسية الجزائرية المغرب والتونس، مثلا السينما التونسية كتير تأثرت بالثورة وصار في لغة سينمائية جديدة من هالمنطلق وظهر المخرجين جديد. صحيح، ولغة سينمائية وجرأة ما كانت موجودة أبدا من قبل. يمكن كمان بالسينما الجزائرية في نفس الشيء. بالنسبة للسينما الأردنية نسبيا فتية، مش مثلا من زمان كتير كان في سينما، طبعا في إخراج تلفزيوني كبير
بالأردن، ولكن سينمائياً بالسنوات الأخيرة عم نلاقي سينمائيين. والسنة يعني مثلاً في هلأ فيلم أردني مشارك، فيلم الحارة، في عنا فيلم فرحة، في فيلم بنات عبد الرحمن اللي حيعرض أصلاً اليوم رح يكون معنا زيد نهار الجمعة. صحيح. ففي أفلام وكلها من مخرجين هذا أو عملهم الأول الطويل، وصراحة في دعم بالبلد لصناعة السينما، وهذا بعتقد شغلة كتير ضرورية أنه دائما كل دولة السينما حتى إذا كانت مستقلة بدها دعم كبير من البنية التحتية، إن كان بالنسبة للبنية التحتية أو بالنسبة للدولة اللي لازم تقدم. نشوف بفرنسا لو من السينسي يمكن في كتير أفلام ما كانت طلعت بفرنسا كان من السينما الفرنسية. طيب عم تعملوا أكثر لدعم يعني لتحفيز الدولة أنه تدعمون، يعني شو اللي ناقص اليوم بهالسنوات أنه عم نشوف عدد أقل من الأفلام لأنه ما عم بيكون عندهم دعم، أو عم بيروحوا يجيبوا دعم من بلدان أوروبية أو أجنبية مش من بلدانهم؟ ما بعرف. لا، في الإنتاج شوي ضعف كمان، صار في كورونا وصار في يمكن أزمة اقتصادية عالمية وصار في بالتالي تمويل أقل. مش غلط الواحد يعمل كوبرودكشن، يكون إنتاج مشترك مع أي دولة، بالعكس أنا بعتقد السينما مفتوحة، ولا يعني مش ممكن تقيدها بحدود دولة أو بحدود جنسية معينة، فهذه مش مشكلة. والشغلة الثانية يمكن أنا هذا رأيي الشخصي أنه مش دائما قصة تمويل هي المهمة، يعني بيقدر يكون عندك ميزانية متواضعة وتعملي فيلم كبير، المهم القصة، المهم كيف المخرج اشتغل على القصة ومع مين، كيف اشتغل مع ممثلين ونظرة المخرج كمان. ونظرة المخرج يعني هيدي بعتقد هي الأهمية الأكبر. وبس نحكي عن دعم، هو ما بس كمان تمويل، دعم هو تسهيلات. يعني بس أحكي على الأردن، يعني يمكن بعرف الوضع بالأردن أحسن شيء بالنسبة للسينما، في تسهيلات كبيرة، في تسهيلات تصاريح تصوير، في تسهيلات من الأمن العام، في تسهيلات من الجمارك، في تسهيلات من قوى الأمن، هذا كله ضروري لحتى الواحد يصور حتى بالخارج. يعني اليوم صارت أفضل هالتسهيلات بالأردن؟ طبعا من يعني من كم سنة بعتقد، وبعتقد مش لأني بس بشتغل بالهيئة الملكية للأفلام، لعبت دور كبير بالدعم، وفي حتى دعم من السلطات، يعني في رغبة فعلية حتى بتطوير. في أفلام أجنبية عم يتم تصويرها. في كثير أفلام أجنبية كبيرة عم تتصور بالأردن، يمكن لأنه المواقع الأردنية كمان صحراء وادي رام وغيرها، بس ما بس هيك، في كمان طواقم عمل طبيعية، استوديوهات طبيعية، وفي طواقم عمل، وفي تسهيلات كثير مهمة، يعني بتحس إنه بالفعل البلد بده يستقطب، لأنه يعني السينما صحيح فن بس هو كمان اقتصاد بالنسبة للبلد، ما لازم ننسى أنه بيشغل قطاعات كتيرة بالبلد. وجميل جدا أنه اليوم رغم كل الأوضاع ورغم كورونا يلي خففت من السينما أنه نقدر نضل نشوف هيدي الأفلام والمهرجانات. صحيح. شكرا لك سيدة ندى، كنت معنا، بنتمنى لك أنك تكفي المهرجان بطريقة مميزة وتستمتعي بالأفلام. رح نشوفك أكيد بحفل الختام مهرجان بيروت الدولي لأفلام المرأة، مديرة مهرجان السينما الدولي أول فيلم. شكرا لك، وإن شاء الله بنلتقى فيك بأيام المهرجان بتموز بنرجع بنحكي عنه. شكرا للاستضافة. شكرا مشاهدينا وعودة.